البدره حلوه، مشكور جمعيه منتدى الحي الجديد على الانشطه التي يقوم بها وعلى جميع الانشطه تقوم بها، منها جميع الانشطه تقوم بها بالاخص هذا التكريم الذي طفولتي لم اعرف اي تكريم من اي جهه حتى انطلقت هذه الجمعيه منتدى الحي الجديد، وهم ابناء الحي الجديد وقرروا انسان من ابناء الحي الجديد الذي فدى عمره في خدمه الامن الوطني تقريبا ما يزيد عن 38 سنة إلى أن حال على التقاعد بكل احترام